من اللحظة اللي هجرت فيها ضليت عم فكر باليوم اللي بدي ارجع فيه لبلدي وشعبي وارضي. بهيدي الكلمات بيختصر فيليب زيادة مسيرته بين الهجرة من لبنان والحنين للعودة. من مواليد هرهرية والقطين قضاء كسروان عام 1976، هاجر عام 1998 بهدف الدراسة وإكمال الاختصاص. تخصص في الهندسة الميكانيكية والمعمارية في جامعة نيفادا بلاس فيغاس، وسرعان ما بدأ مسيرته كمطور عقاري حيث أسس معمل للرخام عام 99 وبدأ الاستثمار بالعقارات. انطلق من الصفر، وبس هاجر ما كان يملك قسط الجامعة، ولكن بفعل المثابرة والإيمان والدراسة والمتابعة حقق فيليب زيادة المستحيل. تم اختياره بين أفضل 250 مطور عقاري بحسب مجلة الول ستريت جورنال في أمريكا. احتل المرتبة الأولى بولاية نيفادا والمرتبة الـ 13 على صعيد أمريكا لناحية التحويلات المالية لمشاريع منجزة بالبناء. أطلقت عليه وسائل الإعلام اليابانية لقب ملك السوق العقاري بلاس فيغاس، واحتل الصحف والمجلات العالمية المتخصصة بالمجال كمحل ضيف على شاشات CNN، فوربس، بلومبرغ وCNBC وغيرها. أسس شركة جروث هولدينج اللي حالياً عم تنجز أكبر المشاريع بنيفادا، ومن بينها تسلا فيليج، أول مدينة نموذجية بالعالم تستعمل الطاقة الشمسية بالكامل وبتخزنها على بطاريات تسلا. عضو المؤسسة المارونية للانتشار لبى نداءات الكنيسة ووزارة الخارجية بالعودة والاستثمار بلبنان، ولفتت مسيرته غبطة البطريرك الراعي. أنت طلبت منه يجي على لبنان ويعمل مشاريع في لبنان، هو فيليب زيادة. إيه أكتر من واحد، هو وحدا من جوا شجعنا ليعملوا شيء، لأنه ما بقى فينا نعيش بهذا الشكل، ونحن قلنا لهم وين في أرض فينا نحطها بالتصرف نحن مستعدين نعمل. بوابة العودة إلى لبنان كان مشروع Invest to Stay اللي نتج عنه مشاريع عديدة، بين البيت اللبناني الأمريكي بالبترون، مشاريع استثمارية بعالم التكنولوجيا والاقتصاد المعرفي، وشركات محلية بلغت قيمة استثماراتها لليوم $1.5 مليون، وتشغل أكثر من 40 شاب وصبية من لبنان. فيليب زيادة هو نموذج الهجرة المعاكسة، واليوم يأمل أن تكون مسيرته محفز لكتار من الناجحين اللي هاجروا على أمل العودة.